أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان؟ تشبيه لهن بهذين الجوهرين النفيسين. نعم. والله جل وعلا يضرب الأمثال للناس ليقرب بها المعاني الغائبة عنهم. فالأمثال قسم من علوم القرآن الكريم، ويضرب الله الأمثال للناس. فالله جل وعلا يضرب الأمثال للناس من أجل تقريب الأشياء الغائبة التي لا يعرفونها بالأشياء المشاهدة التي يعرفونها. نعم.